تزخر محافظة تعز بالعديد من المباني العمرانية التاريخية التي تدل على قيام مختلف الحضارات. في جولة لنا في شوارع تعز ذهبنا إلى سوق بير باشا، أحد الأسواق الاستراتيجية الذي يحتل موقعاً هاماً على مدخل المدينة، والذي يكتظ بالباعة والمسافرين إلى مناطق أخرى. التقينا العديد من الناس وسألناهم ما سبب تسمية هذا السوق بسوق بير باشا. المنطقة هذه سميت لأنه بير باشا على البير اللي هي جنب المسجد بناها باشا يعني عثمانيين. المنطقة بير باشا سميت بهذا الاسم نسبة لهذه البير، بير الباشا، وكانوا آبانا وأجدادنا معتمدين عليها الأولين، وكانوا معتمدين عليها للشرب وتغطي المنطقة كاملة. انتقلنا لرؤية البئر بعد أن تم تنظيفه من المخلفات كونه كان مهجورا لفترة طويلة، رغم أنه يشكل مصدرا هاما لتوفير المياه لسكان هذه المنطقة. الماء الآن بدأ يعود كما كان سابقا، وإن شاء الله بنعتمد عليها ونخفف علينا من المعاناة حق الماء، بتغطي جميع الأسر بير باشا إن شاء الله. وكما قالوا أبانا إنه البير هذه بير الماء حق حالي. يعود تاريخ هذا البئر إلى عهد الوالي العثماني سنان باشا الكيخة الذي أتى إلى اليمن وولي عليها، حيث كان شغوفا بإنشاء المباني العمرانية. بير باشا هي بير لماء، سميت المنطقة نسبة إلى هذه البير. طبعا هذه البير تعود إلى عهد الدولة العثمانية، تم بناؤها في عام 985 هجرية من قبل الوالي العثماني مراد باشا. وفي مراجع أخرى يقال أن من بنى هذه البير هو سنان الكيخة في أواخر عهد الدولة العثمانية. تعتبر البير هي المنطقة أو البؤرة الأولى التي تتجمع عليها عدة قرى، وسمي الحي بالنسبة إلى هذه البير بير الباشا. طبعا هذه البير هي تعتبر مجمع أو نقطة التقاء عدد من العيون، تم حفر عدة أنفاق، نظن أنه بعدد 3 أنفاق يصلون إلى داخل هذه البير، نفق بالجهة الجنوبية والجهة الشمالية، ونفق أيضا من الجهة الغربية. طبعا يتم النزول إلى البير عبر درج وسيع، سلالم حجرية. بئر باشا اسم أطلق على مورد للماء لسكان هذه المنطقة وما جاورها، فيما كان الناس قد نسيوا رمزية هذا الاسم وأن هناك بئرا ومعلما تاريخيا يجب المحافظة عليه. واليوم وبفضل جهود بعض شباب سكان هذه المنطقة يعود الماء إلى البئر، ولكن هذه البئر ما زالت تحتاج إلى الدعم الكافي لإعادة تشغيلها بشكل كامل. لبرنامج صباحكم أجمل، سالي المخلافي.